Thank you.
تفتح القاعة بحكي سيدنا لطائفتنا المحبوبة حتى تكون قاعة محاضرات ومؤتمرات لخدمة الكنيسة ومجد كنيستنا الأرثوذكسية. مش ما نحن تتبين هيكم كنتم تبوتينيتي في جاي مكان وفينا سنين يفرز نفسي ممكن أن الشعب إنه يكون معنا قائم المقام قائم مقام بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المتروبوليت كورنيليوس اللي هو موجود بيناتنا واللي هو راح يكون بافتتاح هاي القاعة لخدمة الرعية وطائفتنا المحبوبة في الأردن. مبروك. مبروك.